مرحبا، أجواء خاصة ورائعة عرفتها كل الأحياء، المداشر والقرى والمدن التي مرت بها قافلة الجزائر الدولية للدراجة الهوائية في مرحلتها الثانية اليوم، والتي كان نقطة انطلاقها من عاصمة ولاية سطيف، والوصول كان في مدينة بسكرة عروس زيبان وبوابة الصحراء. المرحلة الثانية بسكرة سطيف كانت طويلة على مسافة 209 كيلومتر، بطلها كانت تقلبات المناخية. تفاصيل أكثر مع زميلين محمد وزالين ورياض جورا. المرحلة الثانية من طواف الجزائر التي انطلقت من مدينة عين الفوار سطيف وصولا إلى بسكرة على مسافة إجمالية قدرت ب 209 كيلومتر لم تكن كسابقتها، حيث توقفت الكوكبة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي ميزت العشر كيلومترات الأولى، ليتوقف السباق على مرتين حفاظا على سلامة الدراجين البالغ عددهم 87 بعد انسحاب 20 دراج لأسباب مختلفة. وما إن استقر المناخ حتى استؤنف السباق وتمكن دراج سوفاك بالتيرا معاد رفقة أمانويل ميرون من إريتريا من الانفصال عن الكوكبة وتصدر مقدمة السباق، مسجلين فارق زمني فاق التسعة دقائق في الكيلومتر 180 بينهما وبين الكوكبة التي قادها صاحب القميص الأصفر في المرحلة الأولى دراج كريستينا ووتش ستيفان شوماخر، وسط استقبال جماهيري مميز في جل محطات السباق بين ولايات سطيف باتنا بسكرة، خاصة في القنطرة التي أنجبت العديد من أبطال الجزائر في هذا الاختصاص. الثنائي بالتيرا معاد وأمانويل ميرون حافظا على قيادة السباق لمسافة فاقت 160 كيلومتر رغم برودة الطقس التي ميزت هذه المرحلة في أغلب فتراتها. واستقرت الأوضاع على هذا النسق دون محاولات للانفلات من طرف باقي الدراجين، لكن عند الكيلومتر 50 قبل خط الوصول بدأت الكوكبة في مطاردة صاحب المقدمة ليتقلص الفارق الزمني تدريجيا عند مدخل عروس الزيبان بسكرة. حيث التحمت الكوكبة من جديد قبل 10 كيلومترات من خط الوصول، ولم يحسم السباق إلا في الأمطار الأخيرة بفوز دراج تركي سيكر سبور غريشين سيرغاي مسجلا 5 ساعات 23 دقيقة 40 ثانية. أشكركم على التنظيم، كما أشكر فريقي على المساعدة. المرحلة كانت صعبة والطقس بارد. المرتبة الثانية احتلها دراج كريستينا ووتش ستيفان شوماخر الذي احتفظ بالقميص الأصفر وصدر الترتيب العام. أما المرتبة الثالثة فعادت لدراج دلفين لطوني بوم ريخو، بينما تحصل دراج سوفاك معاد بالتيرا على قميص الأكثر استماتة في هذه المرحلة.
الحقيقه انا سيت باش نربح ليطاب ما ولسوء الحظ لي زيكيب الاخرين كانوا متعاونين مع بعضهم وقدروا يدخلوا عليا في فان باركور ودخلت معاهم اون سبرينت. في مدينة القنطرة الجميلة ناد لرياضة الدراجة الهوائية عريق وكبير، عمر جمعي يروي لنا قصته. دراجات ببلدية القنطرة مش حديث النشأة، يعني التاريخ تاعها يعود إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي، بحيث هناك دراجين من البلدية اللي كانوا يمارسوا هذه الرياضة وشاركوا في عدة سباقات ودورات. نذكر يعني بالأخص شهيد الأخضر عماري. عندنا زوج تقنيين سامين الياس العروي ومصطفى خنوش يدعمونا بنصائح من جانب التقنيه، وحنا كدراجين قدامى هكذا نكملوا معاهم بالامكانيات اللي عندنا حنايا. من السلطات تعاوننا باش نحققوا نتائج، ماذا بها تعاوننا باش تمولنا بالعتاد والصوارد باش نقدروا نزيدوا نحققوا نتائج بزاف بزاف. القنطرة بولاية بسكرة منطقة أثرية وسياحية نزورها مع عمر جمعي. في سميت القنطرة نسبة لجسر الروماني. القنطرة هي يعني كانت من بكري يعني يسكنها أمازيغ، ثم جاء الرومان وفتحوا هذا الطريق اللي هو أمامنا وبناوا الجسر الروماني اللي عنده تقريبا اكثر من 19 قرن. والقنطرة يعني تمتاز بمناظر خلابة كالفج، فج هاكم تشوفوا هنا رانا في وسط الفج، وكاينين كان خاصة الدشرة الحمراء اللي عندها اكثر من 9 قرون، فيها سكنات يعني تقليدية مبنية بمواد يعني طبيعية. نعرفش الناس كيفاش ما في بالهمش بها الجزائر، كيفاش نمشي مشينا لبنان مشينا لدبي مشينا، اما الجزائر حاجه اخرى، لازم العرب تجي تزورها وتعرفها. في الجي ديما نضرب نظره انه تونس قريبه شويه، لقيتها بعيده برشا، والبقايا اللي شفتهم انا ما شفتهمش في تونس. حاجه سياحه طياره، وامنيتي نروح نحكي والناس الكل حبها تجي تشوف البقعه هذه، عجبتني الاجبال والقنطره وناسها خاصه. اسم على مسمى، فهي تحاكي حدائق لندن، حديقة تحمل اسم الكونت الفرنسي ألبرت لندن الذي أنشأها سنة 1872، حديقة تتوسط عروس الزبان مدينة بسكرة. ثاني حديقة بعد حديقة الحامة من حيث التنوع النباتي، اخضرار على مساحة 5 هكتارات، ويحتوي هذا الفضاء البيئي المتميز على أكثر من 50 صنفا نباتيا، ولا رأس النخيل الذي يتواجد
بصنوف من شتى بقاع العالم. الحديقة أيضا أنشئت على الطريقة الإنجليزية بحيث لم توضع الأشجار بطريقة منتظمة، وهو ما زاد من جمالها. في انتظار تدعيمها بأكثر من 20 نوعا نباتيا جديدا، تبقى هذه الحديقة حلة تضاف للواحات الموجودة ببوابة الصحراء، ويستمتع بها كل سكان وزائري مدينة بسكرة. كان هذا ملخص المرحلة الثانية لدورة الجزائر الدولية لدرجة الهوائية. غدا إن شاء الله سيكون الموعد مع المرحلة الثالثة. الانطلاق سيكون من المنطقة السياحية الأثرية بولاية باتنا الغوفي، والوصول سيكون في مدينة سطيف. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الموعد غدا إن شاء الله. Okay, okay, okay.